دوك تطيح بيبا واش راح نديرو لنا انت والاخ لطفي؟ بس كدرنا طحينة دوك حبينا نديروها واش نديرو؟ نقدروا نديرو بها واش نقدروا بها؟ خيرنا نديرو بها حلوة الطرق. علاش حلوة الطرق؟ باسكو قريب رمضان. قريب رمضان فوالا. اي كاين حاجة واحدة أخرى سيكو حلوة الطرق كامل لي زالجيريان يحبوها سوف كو ناكلو منها شوية ونحبسو باسكو تذبح السكر فوالا دونك حنا راح نديروها في الدار نقدرو نتحكمو في لاكونتيتي تاع السكر اللي راح نديروها وان بليس حاجة نظيفة حاجة نظيفة زعما ايكونوميك محشي وهي سهلة بزاف كاين بزاف اللي كنقولهم حنا نخدمو حلوة الطرق جيب لهم ربي بلي حاجة واعرة هي شغل حاجة فريمون سامبل فريمون سامبل واش تاني حبيت نهضر اسكو هاد الحلوة الطرق باسكو رانا دوكا في المواد فيفريي اسكو تشدنا باسكو رمضان راه على الابواب منا المواد وي نقدروا نوجدوها نديروها في بواط نغلقوها ونخلوها في الفريجيدير ما يصرا لها والو فيها قد ما حت تقع قد ما حت نشف وقد ما حت جينا نبقاو على خير خير ان شاء الله نبداو ان شاء الله انا نقول لك صح لطفي حلوة الطرق تاعك كليتها ديجا نهار درت طاطا حبيبة راني باك ساعة تيبغو ونقول لك صح ياك بليزيور فوا نقول لك يا لطفي دير لنا كتبت اليوم ودرنا في الدار كتبت اليوم ودرت في الدار يعطيك الصحة وكانت هاد ستاجير هاد ليكول علاش حبينا نديروها بزاف اللي طلبوا منا دي روسيت وكي تعطيها لهم لي روسيت مكتوبة ولا ماحش يفهموها يا اون بليس ميم حنا ما نقدروش يعني نعبروا بالتفصيل المهم ميم كان تكون كتيبه كبيره بزاف حنا نكرهو ما نقدروش نعرف ماشي كيما لا فيديو راح نشوفها هي يعني دائما الحاجه كي تشوفها كيفاش تخدم تتعلم خير من كي فوالا خير تسمعها ولا تقراها ولا ديفا تقول لك انا ما عنديش هذه ولا دوكا يا با ريزون اوكي ان شاء الله هي قريت في لي كومونتير تاع لا بوبليكاسيون تاعك كانوا بزاف يقولوا لك طاطا حبيبه وين تقري وانا حبيت نقول لهم باللي طاطا حبيبه حابه دير ان ايكول مجانا غراتويت بوغ تو لو مون ان ايكول امبيلونت سوا في بيتهم سوا في بيتي لي سيبوها سور لا شين يوتيوب وكل مره عندكم وصفه جديده مع طاطا حبيبه ومع ان موب سوا في بيتو سوا في بيتنا لا بروشين فوا بيتنا مرحبا به لا بروشين فوا نجي عندك لطفي ان شاء الله جوستومون الصباح باتت لي وحده من كندا قالت لي كيفاش راح ندير كيفاش راح نشارك وحده من كندا وحده من المانيا كي سقسيتها وين تسكن قالت لك في كندا والمانيا قالت لي كيفاش ندير ونقول لها روحي لاشين يوتيوب راح تكوني قاعده معنا كي تشعلي لاشين يوتيوب رانا دخلنا لبيتك وانت راكي دخلتي لبيتنا راكم كامل دخلتوا بيتنا ونهديها لهذوما سخطوا الناس الغرباء قال لك راح نتحوحشوا بزاف في البلاد راكم معانا في البلاد مرحبا بكم دوك لطفي تقدر تقول لنا المقادير تاع دونك حاجه راح نستعملوا الكيل اللي نكيلوا به كامل نفس المكونات دونك نستعملوا كيل تاع اللحظه اللي هو الحليب اون بودغ كيل تاع الطحينه اللي كنا خدمناها في الفيديو اللي كان من قبل كيل تاع سكر غلاس شويه بيستاش ومغرفة تاع جلوكوز بصح تاع الجلوكوز انا ما شفتوش من قبل فوالا ما شفناش نسينا دونك هذا سي فاكولتاتيف ستاجير ماشي اوبليجي نديروه راح يعاوننا باش تنشف الحلوة الطرق تاعنا نقدر نستغناو عليه اللي كان عندنا الوقت ستاجير كان اليوم لازمنا نوروها قبل ما تروح دونك نستعملو ونغرفها برك في الكيله تاع هاد المكونات وكيما البيستاش ثاني نقدروا ما نستعملوش بيستاش نقدروا نستعملوا لوز ولا ما نستعملوا والو قاهم ولا ما كانش عندنا الوان ماشي ماشي ممكن تستعمل البيستاش تحمصته ولا دونك فوالا البيستاش هذا حمصناه قبل ما نستعملوه هنايا وهذه كنا استعمل ورينا الطريقه تاعها في الفيديو اللي فاتت والمكونات الاخرين كيما بلا ما نحمصوها على بركه الله بسم الله دونك الحين نبداو نفرغوا الحليب اون بودغ تاعنا طاطا حبيبه انا حبيت نقول باللي حلوه الطرق اللي نشروها تجي بزاف حلوه علاش باسكو اوليو يستعملوا كيل تاع حلوه تاع اللحظه عفوا كيل تاع سكر غلاس يستعملوا زوج كيل تاع سكر غلاس باش تجي مزكيه فوالا فالبسطه تجي بزاف حلوه دونك حنايا دونك حنا باش نتحكموا في السكر نستعملوا اللحظه في بلاصه الكيل الثاني تاع نزيدوا دوكا السكر غلاس هنا واش حطيت لطفي دونك هنا حطيت الحليب اون بودغ دوكا راح نزيد نحط سكر غلاس دونك قلنا نفس الكميه تاع الحليب اون بودغ مع نفس الكميه تاع سكر غلاس لو كان وحده تقول لك انا حابه ندير كميه صغيره
نستعملوا توجور الكمية دونك البول صغير ولا الكاس كاس صغير صغير و... فوالا دونك فوالا هنا على حسب ال فوالا نحطوهم شوية. بون انا حبيت ندير شوية بيستاش لداخل دونك نديرو شوية لداخل وشوية نخليوه نشبعو به. هاو يريح يعني شفت كل حاجة كي تتحمص تعطي النكهة تاعها تعطي ال دونك هنا راح نستعمل يدي راح نزيدو المغيفة تاع تحب نستعمل انا؟ يلا محجوزة تاع الحبيبة دونك هنا راح نزيدو مغرفة تاع الجلوكوز دونك كيما قلنا مقبلة نقدرو ما نستعملوهاش هذا على جد باش تنشف باش يعاوننا باش نصرف باش نروها لهم كي في اخر الحصة دونك اون بليس يعني هاكو تشوفو كونتيتي صغيرة دونك في الكيلة هادي درنا غير مغرفة تاع الجلوكوز ولا تريماركيو كي نشرو حلوة الطبق تجي كي الخيوط وي هذاك سي لو جلوكوز هو اللي يخليها دونك كي تكثر من لو جلوكوز تولي هكذا تولي تلصق كي الخيوط دونك هادي لا هادي حجينا تتفتت بيها سما درك خليتي الجليكوز حتى نسجم مع هذيك مع الخليط دونك واش دير دونك راح نبداو نطموها بالطحينه اللي كنا وجدناها في الفيديو السابقه نطموها برك كيما نديرو باغ اكزومبل لاباتا بلي ولا حتى تنطم لنا فوالا هي ماشي خرجينا ليكيد خرجينا بيان سور هاي تريحه لا يعني صبركم معانا دونك نبداو نزيدو الطحينه غير بالعقل حتى نلحقو تنضم لنا المكونات هادو كامل فوالا هايلا انا طميناها كامل بالطحينه اللي خدمناها من قبل دونك راح نديروها فيها مول حنا خيرنا المول تاع المول تاع الكيك فوالا هكذا فرشنا له بابي فين دوكا راح نديرو شويه بيستاش في الفلوفون علاش باش كي نقلبوها البيستاش هذا يجينا من الفوق فوالا دوكا نبداو نحطو هذيك حلوة الطرق اللي كنا طويناها نسقموها كومين كيس نسقموها فوالا بيان ونخلوها تنشف دونك قد ما تنشف لنا قد ما حتكون ميو بيان سور وهي قد ما تقعد تجي ما شاء الله هذه نديروها الإناث هذه الإناث سما دير وحده صغيره الإناث تشمس بها رمضان تشمس رمضان سما دوك بيستاشيو من تحت فوالا دوكا من بعد كي نقلبوها لطفي دوك البيستاش من بعد كي نقلبوها راح يخرج لنا من الفوق تخي بيان لي فوا تنشف لي فوا تنشف فوالا دوكا اسكو نغطيوها بالبابيي نو نخلوها هكذايا ماشي نغطو من الفوق فوالا لازمش نغطو من الفوق نخلوها هكذايا حتى تنشف لنا بيان ومن بعد نقلبوها ان شاء الله نورمالمون شحال تنشف نورمالمون هي نورمالمون 2 ساعات تكفيها مي سا ديبون الحال الا كان البرد ولا كان هذا هي تحب شويه سخانه دونك باغ اكزومبل في زمان الصيف في زمان الصيف 2 ساعات تكفيها الشتا شويه اكثر شويه اكثر دونك فوالا حنا هنا قلبناها فوق اون بلونش نحوها نحو لو بابي اللي كان الله يديك حلوة الطاك تاعنا واش دار يعطيك الصحة يا سي لطفي بعد ما هاديك نحيناها و طاطا حبيبة كاين بزاف حنا لي كاطو تاعنا لي نديرو فيهم حلوة الطرق فوالا دونك سي ميو دو نخدمو وحدة كبيرة هاكا ونستعملوها في نعرفو واش انا نديرو واش انا نحطو في كاطونا سيغتو انا نمدوهم للأولاد يحبو هاديك البنيون سي ميو دو فيغ في الدار ان شاء الله غادا تخو مام ولا عقب ان شاء الله لا بروشين فوا سي سخا شي بو مع ماني بايعة ماني بايعة نصلي